حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، حاء، قال: وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حاء، وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه